السلام عليكم ورحمة الله خوت، كيما قلنا واللي بغا شي حاجة ديال البرد راه كاينة، راه تدخل واحد السلعة ان شاء الله. المهم فيها يعني حوايج البرد يعني، ولكن كتمشي بالنقطة الخوت، يعني مكنبيعوش في كميات صغيرة. يعني النقطة الناس اللي نقطة تقريبا أقل نقطة كتمشي فيها طون، يعني 1000 كيلو هذه أقل نقطة. كاين السلعة اللي بغاها مرحبا. وبالنسبة اللي بغا يعني الفوطة بوحدها كتمشي عاوتاني نقطة، تا هي كاين الفوطة والريدو ويعني ليزار ديال الوطا، ليزار ديال الناس ولا ديال الوطا. المهم تا هو كيكون يعني الا بغا شي واحد بوحدو راه كاين. المهم هاد السلعة راه غتدخل ان شاء الله بحول الله، وسلعة نقية زعما كيما كتشوفو. هادو هما الصور ديال هاد السلعة هادي، واللي بغا يحاول يتواصل معايا. وبالنسبة للأثمنة راه اللي خصو الجهاز راه يتواصل معايا يعني على الواتساب، وهاديك الساعة راه نقولو شنو كاين. مرحبا، ونزيد لك خير نخلصو شي معلومات. مرحبا يلا الخوت، درنا واحد الفيديو خفيف ظريف باش نعلموكم بسلعة تدخل ان شاء الله. الله يسخر الأمور.